لا يعلمها إلا الجهاز الإداري. كابتن محسن، إن لم تسجل فانتظر هدفا في مرماك. هذا ما حدث مع الفيصلي، كرتين أمام المرمى تضيع ومثل ما يسجل السد. هي كذا كرة القدم الآن وسابقا، الاستحواذ لا يعني إذا لم تسد إذا لم تسجل، ودليل ذلك مباراة الهلال مع الريان، نتكلم عن 77%، ولكنه هو اللي خسران ب2-0. أيضا كذلك المباراة اللي السد والفيصل هي متوازنة نوعا ما، يمكن يكون حتى الاستحواذ بالنسبة للفيصل هو الأفضل. نعم. ودليل ذلك لما تقول أنت تركي إذا ما تسجل تسجل فيك، شاهد